Cố nha anh nhé, nhiều lắm. Nó có sợ chạy máy không? Hả? Không, chạy máy nha em. Rung rộng.
Ừ, bye bye em nha. Tuần sau đi tiếp nha bé. Nghe không? Tối nay em nhắn tin cho nó hỏi có lại bao thầy khác không? Lỗi nha. Để bao cái học đầu tiên phải không? Đúng rồi. Đổi liền, không thể năng được cái bàn tay này.
هذا الحرف ما راح اذكر اسمه هسه، هذا الحرف وعدنا، هذا الحرف وعدنا، هذا الحرف. اذا نسموا ثلاث حروف يجيك واحد يقول لك انا ما حافظ الحروف، هن الحروف عددهم 28 حرف، هاي 28 حرف، 28 حرف، تمام تمام. هسه ذني ثلاث حروف، ذني ثلاثة من ذنك ل 28، هذه حرف اسمه هذا بالحروف الهجائيه اسمه سين، وهذا اسمه ميم، وهذا اسمه راء. زين بالكلمه اكو ناس يقول لك انا حافظ هذه اسماء، انا شلون احفظهن بالكلمه؟ انا جاي اشرح للي حافظ اسماءهن واللي ما حافظهن اساسا. هذا شو اسمه سين، وهذا ميم، وهذا راء، بس بالكلمه شلون نقراهم؟ هسه ذني اريد اسويهن كلمه، هسه اريد اسويهن كلمه، هذا سين باول كلمه بهذا الشكل ينكتب، الميم بوسط الكلمه دائره شكلها دائما هيجي، والراء شكلها ما يتغير نفسيته. هسه ذني ثلاث حروف صارن بكلمه، سويتن كلمه. زين شلون راح اقراهن؟ اقول هذا سين وهذا ميم وهذا راء، شلون اعرف الكلمه؟ ما راح اعرف، تصير صعبه. بس انا اذا حافظ الحروف باصواتهن او لفظهن، لفظ الحروف او صوت الحرف، هذا اقول س ما ار س ما ار س ما ار، بعيدا عن الحركات. هسه بالفتحه س، بالضمه سو، بالكسره سي، الحركات. هسه نقول احنا بدون حركات نحفظهن، اذا اشوف اقول س س اس ما ام را ار، هس هذا حفظه. انا اليوم ما حافظ الحرف احفظه، اقول س احفظه، ما اقول سين بعد، اقول س. زين هنا شفناها شو نقول س، الميم هذا نقول ما، هذا الما، او اقول ام ام، او ما، هذا الراء اقول ار او را ار. هسه صار عندنا الكلمه س ما ار، كانه ما يجي اقول س ما ار، صارت الكلمة سمر سمر سمر، صارت سمر سمر. أو أقدر أقول سام سم أر سمر، أو أقدر أقول س بعد هنا أقول ما أر ما أر مر ما أر ما أر مر مر، هذه مر وهذه س، صارت سمر. زين هذا لفظ الحرف س ما أر، ما أقول سين ميم راء وها هي، لا اقول س. هسه من اشوف هذا الحرف مثلا هنا بهذه الكلمه، هسه هذه الكلمه هم يختلف لفظه اكيد، لا نفس لفظه. هسه هذا مو قلنا س هنا س ما ار سمر، هذا نفس الشيء هم س هم س. زين هذا حرف السين، هسه احنا هذا قلنا حرف السين هذا. زين هذا بالنص شنو هذا؟ هذا حرف العين وهذا الدال. زين تمام، خل هنا اكتبن اوضحن اكثر، خل اوضحن هنا اكتبن للموضحات يمكن. زين هذا احنا قلنا هذه الكلمه هم بهذا الحرف، هذا شنو قلنا احنا؟ هنا س وهنا س، ما يتغير لفظه. زين هذه احرف، هذا حرف العين وهذا الدال، صح لو مو صحيح؟ صحيح. زين خل امسح هذا او اعوفها، هذا العين وهذا الدال، احنا اسمه عين، هذا عين عين اسمه، وهذا دال اسمه باللغه العربيه، بس شنو احنا اللفظ مالته؟ ع، وهذا اد د، او اقول اد، يعني ما حفظه بعد عين وهي، لا. هسه ايش عندنا هذه الكلمه؟ هذا الحرف شنو لفظه؟ احنا ناش قلنا؟ هذا لفظه ثابت س، وهذا شنو؟ العين ع، صارت عندنا س ع، وهذا اد اد اد، صارت الكلمه س ع اد س ع اد، او س ع اد، او اقول س ع سع س ع سع اد سعد. هسه اللي يقول لي ما اعرف هذا شلون صار هيك، هو مو هذا حرف العين، مو شكله، مو هذا حرف العين شكله الاساسي، بس بوسط الكلمه حرف العين باول كلمه بهذا الشكل ينكتب، وبوسط الكلمه بهذا الشكل نسحبه هيك ونسوي هيك، هذا وسط الكلمه، وباخر الكلمه هذا شكله، ومرات يجي بهذا الشكل حرف العين هيك بهذا الشكل باخر الكلمه، وصلت الفكره؟ فهذا حرف العين. وقع القلم. هسه ايش عرفنا احنا؟ عرفنا ثابت لفظ الحرف حسب الحركات، بس هسه نقول بدون حركات س ع اد سعد. زين راح اكتب هاي الحروف عليكم انتم لفظوها، نفس الحروف اللي كتبتها هسه، بس شنو انتم تكتبونها وتلفظونها. مثلا عندنا يا حروف عندنا اخذنا السين والميم، احنا هسه الساء والماء والاد، ويا حرف بعد والار، هذا هسه يا حرف احنا قلنا هسه قبل شوي كتبناه ولفظناه الع، كتبوه بالكيبورد تلقون بهذا الشكل حرف. زين وهذا الحرف الماء ام، وهذا الحرف الار، راح تنقلون هذا وبعدين نقلوا هذا،
وبعدين نقله هذا صارت كلمة راح أصير بهذا الشكل الكلمة، بهذا الشكل راح أصير الكلمة. يلا لفظوا ليها، هسا هذا ع وهذا ما وهذا أر، أو ع وهذا أم وهذا أر، صارت كلمة. هسا راح أكتب كلمة جديدة، حروف جديدات هم نلفظهن وهم ناخذهن ونتعلم شلون نكتبهن. هسا مثلا عندنا هذا الحرف، هذا الحرف وهذا الحرف وهذا الحرف احنا ماخذينه هسه، اخذناه هذا حرف، حرف الار زين، هذا الباء وهذا الحاء وهذا الراء، بس احنا ما نلفظهن باسمهن، احنا نريد لفظهن. هذا ب ب، هذا ح او اح، اب ب اب، ح اح، هذا بس احفظ هذا الحرف، هاي حفظت لفظه بعد حتى بالكلمه اللي اشوفه اعرف لفظه، هو هذا حفظ الحروف وهذا تهجي الكلمات. هسه شنو هذا؟ ب وهذا ح وهذا ار، صارت الكلمة الباب أول كلمة، هذا شكله بالبداية نكتبه، هذا حرف الباب أول كلمة هيك نكتب شكله، تمام تمام زين. الحاء بوسط الكلمة بس هاي ناخذها، يعني بس هاي هيك نسوي، هذا شكله يلزق بالباء طبعا، والراء نفسه تنزل، صارت هسه كلمة. احنا ايش قلنا؟ هذا ب وهذا اح، صارت ب وهذا اح بح، وهذا ار، صارت الكلمة ب اح بح ار بحر، او نقول حاء ب ح ار، ب ح ار، ب ح ار، ب ح ار بحر، صارت واضحه الكلمه وراح اتقوض على تهجى كلمات. هسه راح اخذ كلمه جديده، كلمه جديده او حروف جديدات، انتم كتبوها بالتعليقات وتهجوها، تمام. هسه احنا ايش قلنا؟ هذا ب وهذا ح وهذا ار. هسه ايش راح اسويهن؟ راح اسويهن كلمه بالعكس، يعني هسه اريد تكتبوا لي حرف الحاء وبعدين كتبوا وراء زائد حرف الباء، لا تكتبون هاي زائد، يعني كتبوا وراء حرف الباء وبعدين كتبوا الراء، راح أصير كلمة. شو راح أصير كلمة؟ من تكتبون هذا الحاء تقولون بالكيبورد راح أصير الكلمة بهذا الشكل، وهذا الباء هيك بهذا الشكل، وهذا الراء هيك، بس انتم ما تلقون هيك الكلمة، تلقون الحاء والباء وبعدين الراء، يعني الحاء ب ار. هسه صارت هذه الكلمة ح ب ار، شنو صارت الكلمة؟ انتم تهجوها وكتبوها طبعا حتى تستفيدون من عندها. زين راح اخذ كلمه جديده، ايش راح اخذ؟ اخذ كلمه جديده، تمام. الكلمه الجديده بها حروف جديدات، هسه احنا كل حرف جاي لفظه وجاي اقرا لفظه مالته، يعني لفظه مالته بسيط مو صعب لفظ الحرف، يعني المفروض انا احفظ الحرف بعد هذا ما انسى لفظه، اكرر الفيديوهات اكرر الدروس. هسه ايش راح ناخذ؟ ناخذ هاي الكلمه مثلا، هذا حرف، هذا القاف اسمه قاف بس شنو لفظه؟ ق ق زين، هذا يا حرف، هذا يا حرف الميم اللي قلنا ما 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 ق ما، وهذا يا حرف العفو، هذا هسه اخذنا الار، صارت هسه ضفنا حرف جديد، ان هذا يا حرف ما وهذا ار، عرفناهم ذني ما يتغيرن، وهذا يا حرف هسه القاف اللفظه ق، القاف بدايه الكلمه ناخذ بس هاي الراس مالتي يعني منها بهذا الشكل، ق الميم هاي ناخذ بس هاي يعني دارها يصير بهذا الشكل، والراء ينزل لمسته شكله ما يتغير. هسه صارت كلمه هذه، هذا ايش قلنا احنا؟ هذا ق وهذا هذا شنو الحرف؟ جيد عاشت ايديكم، ما او ام، وهذا جيد ار، صارت الكلمه ق ما ار، ق ما ار، ق ما ار، او نقول ق ام قم، يعني هذا ق وهذا ام قم، وهذا ار قمر، او نقول ما ار مر، وهنا عندنا ق ق مر ق مر، بهذا الشكل صارت كلمه واضحه وبسيطه. هسه راح ناخذ كلمه جديده بعد، زين ناخذ كلمه جديده او حروف جديده وانتم متجهوا كتبوها، زين. اذا عندنا هذا الحرف، كتبوا لي حرف الميم، هذا الحرف تلقونه بهذا الشكل يمكن بالكيبورد، وبعدين كتبوا لي حرف القاف، هذا القاف تلقونه هيك فوق نقطتين، وبعدين الراء، ايش راح اصير؟ راح اصير كلمه، نقول هذا الحرف الميم، هذا الق، هذا م، وهذا ق، وهذا ار، هيك يصير يعني الكلمه ما راح تكتبونها، راح يصير بهذا الشكل، راح يصير كلمه. بعد ما تنقلون هذه الحروف راح يصير هذه الكلمه بهذا الشكل، ما وهذا ق وهذا ار. شو يصير هذه الكلمه هسه اذا اردنا نلفظها؟ ما ق ار، صارت ما ق ار، مقر مقر، او نقدر نقول ما اق مق، ما اق مق، هذا ار، ما اق مق أر مقر، أو نقول قا اللي يريدني نفض بهذا الشكل مثلا، قا أرقر، قا أرقر، وهاي عندنا ما ما قر،
مقر بهذا الشكل صارت الكلمات واضحة وبسيطة. زين راح أعطيكم بعد آخر حروف وآخر سؤال بذين الحروف اللي أخذناها. أخذنا حرف الميم، حرف الياء، حرف الباء، حرف الدال. عندنا حروف، راح ناخذ حرف ال، احنا اخذنا حرف السين س، واخذنا حرف الماء والراء والداء وال حرف الس والباء والداء والاق، وبعد يا حرف اخذنا الراء اخذنا. زين عندنا هذه الحرف هسه، هذا كتبوا لي اياه، وهذا الحرف وهذا الحرف، نقلوه راح يصير كلمه، لأن نسيت الفيديو أنا من شرحة الحروف. هذا يا حرف، هذا الداء، وهذا الساء، وهذا الأم، شو صير كلمة تنقلونها وراح تصير كلمة واضحة وبسيطة وتهجوها. ولا تنسون اللايك التعليق وشجعونا حتى نكمل ونستمر إن شاء الله نعلم الناس وننزل فيديوهات هواي، وتابعوا اليوتيوب وراح تستفيدون عندنا إن شاء الله. كل شوي راح ننزل فيديوهات تفيدكم إن شاء الله، وما أعوفكم لحد ما تتعلمون. موفقين إن شاء الله ومع السلامة. مرحبا أصدقائي إخواني وأخواتي الأعزاء، راح نأخذ الحروف اليوم باختصار، راح نتهجى الحروف او نقرا الحروف مع الكلمات. اللي عنده دفتر وقلم يكتب وياي ويتابع وياي الحروف ونتعلم ان شاء الله بشكل بسيط. عندنا هذا حرف الالف، هذا حرف الالف، هذه الهمزه، هذه الهمزه هذه الصغيره، هذه فوق حرف الالف. اذا فوق حرف الالف شلون اللفظه؟ هو اسمه الف بس اللفظ شلون؟ أ أ اللفظ أ مثلا باول الكلمه، هذا حرف الالف باول كلمه، أ ارنب، أرنب، اكتبوا هذا الحرف وكتبوا هذه الكلمة، أرنب يلفظ أ إذا الهمزة فوق الحرف أرنب. إذا بوسط الكلمة حرف الألف وفوق هاي الهمزة فوق الحرف هم يلفظ أ، مثلا ك وهذا أ ك، وهذا إس كأس كأس كأس. إذا بنهاية الكلمة والهمزة فوق حرف الألف هم يلفظ أ، مثلا قا وهذا راء وهذا أ، قرأ قرأ بهذا الشكل. اكتبوا لي هذه الكلمات بالدفتر حتى تعرفون حرف الألف إذا الهمزة فوق حرف الألف يلفظ أ أ. زين وهذه مثال توضيحي إنه شلون نكتب الحرف. نجي لحرف الباء، هذا حرف الباء، هذا اسم حرف الباء، هذا اسمه مجرد اسم بس اللفظ شلون؟ اللفظ بأول الكلمة ب ب، وهذا أق وهذا أر وهذا أه أو التاء بنهاية الكلمة التاء المربوطة ب ق ر. اللفظ شون حرف الهاء أو الأ بنهاية الكلمة بس إذا فوق التنوين يصير تن بقرة تن، إذا بدون تنوين بقرة ب أق أر بقر، وهذا أ بقرة. وسط الكلمة حرف الباء هذا شكله لعبة لعبة، إذا هنا تنوين شخطين يصير لعبة، هسه هذا لعبة لعبة. إذا بنهاية الكلمة حرف الباء كلب كلب ك ل ب كلب بهذا الشكل، حرف الباء بداية الكلمة ووسط الكلمة وبنهاية الكلمة. كتبوا هذه الكلمات ولفظوا الحرف مثل ما قريته. نجي لحرف التاء، هذا حرف التاء، هذا اسم الحرف تاء، هذا شكل حرف التاء نقطتين فوق الحرف بداية الكلمة ت تمساح ت تمساح، بوسط الكلمة هذا شكل حرف التاء ستارة ستارة، هنا بالبداية تمساح ت هنا ستارة، بآخر الكلمة ات حوت حوت حوت. هذا حرف التاء وهذه الكلمات اللي بيها حرف التاء، أول كلمة وسط الكلمة وبنهاية الكلمة. زين نجي لحرف الثاء، هذا حرف الثاء يشبه حرف التاء بس الفرق بيناتهم الثاء ثلاث نقاط فوق الحرف، بأول كلمة ثوب ث ثوب، وبوسط الكلمة كمثرى كمثرى، بآخر كلمة مثلث، هذا آخر كلمة وهنا هم بالوسط صاير حرف الثاء إث مثلث ثوب كمثرى مثلث، هذا حرف الثاء. كتبوا هذه الكلمات اللي بيها حرف الثاء ث ث إث بهذا الشكل. هسه نجي ناخذ حرف الجيم، حرف الجيم
هذا حرف الجيم، هذا شكل حرف الجيم، اسم الحرف جيم، بأول كلمة هذا شكله ينكتب هذا الشكل، حرف الجيم هذا شكله بأول كلمة. شلون اللفظة؟ ج ج جمل جمل ج جمل، بوسط الكلمة شجرة شجرة ج شجرة شجرة، بهذا الشكل ينكتب وسط الكلمة حرف الجيم، بنهاية الكلمة بهذا الشكل ينكتب حرف الجيم نفسه هذا الشكل الأساسي. تاج تاج تاج، وهذا شكل حرف الجيم بنهاية الكلمة. كتبوا لي هذه الكلمات بالدفتر اللي بتخص حرف الجيم. إذا نجي لحرف الحاء، حرف الحاء يشبه حرف الجيم، نفس الحرف بس الفرق بيناتهم النقطة. حرف الحاء بدون نقاط وحرف الجيم تحت نقطة. حرف الحاء اسم الحرف حاء، شلون اللفظة؟ بأول كلمة هذا شكله بأول كلمة ح حمامة حمامة، بوسط الكلمة بحر بحر، هذا شكله بوسط الكلمة بحر، بنهاية الكلمة هذا شكل حرف الحاء. تفاح أح تفاح، بهذا الشكل. وكتبوا هذه الكلمات اللي بيها حرف الحاء، أول كلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة. نجي لحرف الخاء، حرف الخاء يشبه حرف الجيم ويشبه حرف الحاء بس الفرق بينهم هذه نقطة فوق حرف الخاء. هذا حرف الخاء نقطة فوق الحرف، بأول كلمة ينكتب هذا الشكل ونقطة فوق الحرف، هذا هو بأول كلمة. خاء خروف خروف، حرف الخاء اللفظة خاء أول كلمة خروف، بوسط الكلمة يخت يخت يخت، هذا شكل حرف الخاء بوسط الكلمة، أما بنهاية الكلمة هذا شكل حرف الخاء بنهاية الكلمة. طباخ أخ طباخ، بهذا الشكل نلفظ الحرف. نجي لحرف الدال، حرف الدال هذا شكل حرف الدال، اسمه دال بس لفظ الحرف بأول كلمة د، هذا شكله هو بالوسط وبالبداية وبالأخير نفس الحرف ما يتغير شكله حرف الدال. بالبداية اللفظة د دراجة د دراجة، بوسط الكلمة مهندس د مهندس، بآخر كلمة يد اد يد يد، بهذا الشكل. وكتبوا لي حرف الدال بهذه الكلمات، مع الكلمات هذه كتبوا لي حرف الدال. ناخذ هسه حرف الذال، يا حرف حرف الذال اللي يشبه حرف الدال، هذا حرف الذا ذ ذال ذال، شلون كلمة ذهب ذال ذهب، أول كلمة ذ ذهب بواسط الكلمة. خوذ ذ خوذ، بآخر كلمة قنفذ إذ، هذا حرف الذال قنفذ، هذا حرف الذال وهذا أول كلمة ذ ذهب بواسط الكلمة خوذ، بآخر كلمة إذ قنفذ. كتبوا لي هذه الكلمات اللي بيها حرف الذال. نجي لحرف الراء، هذا الحرف حرف الراء، اسم الحرف راء وهذا شكله بأول كلمة وبسط الكلمة وبآخر الكلمة نفس الشكل ما يتغير. راء راء اللفظ راء بأول كلمة رجل راء رجل راء رجل، بوسط الكلمة كرة راء هم راء كرة كرة تن أو كرة كرة، بآخر الكلمة أر اللفظ أر، مثلا كلمة بحر بحر بحر. كتبوا لي هذه الكلمات اللي بيها حرف الراء، بأول كلمة راء راء أر راء أر. نجي الحرف الزاي، هذا حرف الزاي، طبعا لا تنسون اللايك على الفيديو حتى يوصل أكثر عدد إن شاء الله والناس تستفيد. بشكل مبسط هذه الحروف أخذناها بشكل سريع. حرف الزاي ز ز ز، اسمه زاي بس اللفظة بأول كلمة ز، زرافة ز زرافة، وبوسط الكلمة غزالة ز غزالة ز غزالة، بآخر كلمة موز إز، يعني هيك اللفظ إز موز موز،
ما او هذا از موز، هذا حرف الزاي، وهذه الكلمات اللي بيها حرف الزاي. هذه الكلمة زرافة حرف الزاي بأول الكلمة، غزالة حرف الزاي بوسط الكلمة، موز حرف الزاي بنهاية الكلمة. بنهاية الفيديو سووا لايك وحفظوا الفيديو مكم إن شاء الله حتى تستفيدون من هذه الحروف بشكل بسيط، وإن شاء الله راح أنزل فيديو ثاني أكمل بقية الحروف. مرحبا أصدقائي، اليوم راح نتعلم شلون نتهجى الكلمات، شلون نقرأ الكلمات، وراح ناخذ هذه الحروف الأولية والوسطية والآخرية، وراح نتعلم تفاصيل بسيطة إن شاء الله تخص القراءة والكتابة للمبتدئين، الأطفال والكبار بالعمر وكل الأعمار. هذا الكلام يخص الكل. احنا هسه راح نبدي بحرف الباء. هذه حرف، حرف الباء، كل حرف له اسم وله صوت او لفظ. حرف الباء اول كلمه، او حسب الحركات شكل حرف الباء اول كلمه بهذا الشكل، هذا حرف الباء بهذا الشكل. اذا بالحركات بالفتحه ب، اذا الباء بالضمه بو، اذا الباء بالكسره هذه حركه الكسره يصير بي، هذه حركة الفتحة، هذه الضمة، وهذه الكسرة. الفتحة كأنما ضايفين لها آ، الضمة كأنما ضايفين لها أو، والكسرة كأنما ضايفين لها إي. ب، بو، بي، هذا لفظ حرف الباء بالحركات. تمام، أريد تركيز على هذا الشرح. حرف اسمه باء بس لفظه بحركة، إذا شفنا حركة الفتحة ب، إذا شفنا فوق هذه الحركة فوق حرف الباء لفظه بو، كأنه ضايفين له او، يعني كأن شلون ضايفين له او بو. هذه اذا شفنا الحركه الكسره تحت حرف الباء يصير بي، كأنما ضايفين له اي. ب، بو، بي. اذا واحد هسه يقول لي انا مثلا ما شفت حركه على حرف الباء، لا كسره لا ضمه لا فتحه، شلون لفظه؟ لفظه ب، ب، ب. ما شلون مثلا كلمه بهذا الشكل، شفت هذه الكلمه، هذه الكلمه شفتها شلون تلفظه؟ اللفظه ب، ب، د، ار، بدر، بهذا الشكل اللفظة. تمام، تمام، زين. هسه هذا حرف الباء بهذه أشكاله. زين، شلون راح ناخذ كلمات على حرف الباء ونتهجى الحرف ونقرأها بشكل صحيح؟ بأول كلمة حرف الباء، بأول كلمة ناخذ مثلا بقر أو بحر، ب، ح، ار، بهذا الشكل نكتب حرف الباء. ب، لان بالفتحه حتى لو ماكو فتحه نقول ب، واذا بالفتحه نقول ب، والحاء ح، والراء ار، ب ح ار، ب شلون لفظته؟ ب، ب ح ار، بحر، بهذا الشكل. زين، بوسط الكلمه، بوسط الكلمه مثلا عندنا كلمه زبيب، ز، وهنا اب، وهنا اي، وهنا اب. زين، شلون الفض الحرف الباء بوسط الكلمة؟ هذا هو شكله. ليش ما ارتبط بهذا الحرف اللي قبله؟ ليش ما لزق بيه؟ لان حرف الزاي هذا الحرف ما يرتبط بالحرف اللي يجي بعده، هذا الحرف منفصل. عندنا حروف منفصلة، ست حروف، الالف والواو والراء والزاي والدال والذال. هذه الحروف الستة من ضمنهم الزاي، ذني ما يرتبطن بأي حرف يجي بعدهم اللي يجي وراهم بهذا الشكل. تمام؟ فالباء ما ارتبط بالزاي، لين ما يرتبط الزاي بالحرف اللي يجي بعده. الباء هسه بالكسرة، ليش؟ لأن من لفظة ز، بي، اب، ز، ب، او اي، بي، بالكسرة ب، اي، بي، اب، ز، بي، اب، ز، ز، بي، وهذا اب، زبيب، بهذا الشكل. هنا ساكن يعني ما بي حركة، هاي حركة السكون الدائرة، يعني اب، 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 ما يلفظ لا بالفتحة لا بالكسرة لا بالضمة، بهذا الشكل. زين، بنهاية الكلمة شلون لفظه؟ مثلا ناخذ كلمة قلب، ق، وهذا ال، وهذا الاب، قلب، هذا اللام مو الالف، هذا الباء هنا بنهاية الكلمة بهذا الشكل نكتب هيك بهذا الشكل. هنا شلون لفظه؟ ق، ال، وهذا اب، 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 ما يلفظ بحركات، يعني مو بفتحة وضمة وكسرة، لا، بدون حركات، سكون يصير ساكن. ق، ل، هنا اب، قلب، قلب، هنا ب، هنا ز، بي، هنا قلب، اب، قلب، بهذا الشكل كتبنا حرف
الباء يعني بأول كلمة هذا شكله، وبوسط الكلمة إذا قبل حرف وبعد حرف بهذا الشكل يصير، أما إذا ما مرتبط به بهذا الشكل، وبنهاية الكلمة حرف الباء يجي مرتبط بهذا الشكل وبهذا الشكل مرات يجي إذا منفصل. هذا حرف الباء. هسه ناخذ حرف الجيم. هذا الحرف حرف الجيم، هذا الحرف يا حرف الجيم، هذا شكله الأساسي. زين، الجيم بأول كلمة هذا شكله، بوسط الكلمة هذا شكله، إذا قبل حرف وبعد حرف، وبنهاية الكلمة مرات يجي مرتبط بالحرف اللي قبله، ومرات هذا بهذا الشكل منفصل. حرف الجيم. زين، حرف الجيم شلون لفظه؟ هم بالحركات، مثلا بالفتحة، بالضمة، وبالكسرة، هيك اللفظ. شلون لفظه؟ بالفتحة ج ج كأنما ضايفين له آ ج ج، بالضمة هذه حركة الضمة فوق الحرف يصير جو جو، بالكسرة هذه إي جي جي جي، بهذا الشكل. نأخذ أمثلة وكلمات على حرف الجيم وإن شاء الله يكون واضح. زين، الجيم بأول كلمة نقول نأخذ كلمة جبر أو جمر أو أي كلمة، مثلا جمل، مثلا جمال، جميل، جمل، بهذا الشكل. نقول مثلا كلمة جمل ج وهذه ام وهذه ال، ج ام جم ال جمل، او اقول جم ال. هسه شلون اعرفها؟ بالفتحة، بالضمة، والكسرة؟ مو مهم، اذا ما شفت حركات فوقه او تحته الفظ ج ج، ما اقول جيم، ما اقول جيم، اقول ج ج ما ال جمل. هذا بأول كلمة. بوسط الكلمة مثلا نقول شجر، هاي الش، هذا الجيم بوسط الكلمة بهذا الشكل نكتب ش، وهنا ج، وهنا أر، ش ج أر، ش ج أر، حتى لو ماكو حركات احنا نفهمها بدون حركات، وبعدين إذا شفنا حركات نقرأ بالحركات، وأكو كلمات ما تنقرأ بالحركات. ش ج أر، هنا ج، وهنا ج ج ما ال، ش ج أر. بنهاية الكلمة مثلا نقول فرج، ف وهذا الأر وهذا إج، هنا بدون حركات ساكن يعني إج إج، هنا بالبداية ج، هنا إج، ف أر فر إج فرج، أو أقول ف ر إج فرج فرج، بهذا الشكل ألفظ حرف الجيم. هسا نكمل يا حرف. هذا حرف القاف. هذا الحرف القاف، اسم الحرف قاف. احنا الاسم ما نحتاجه بالكلمة من نقرأ، ما نحتاج الحرف، نحتاج اللفظ. القاف شلون كتبه بأول كلمة؟ بهذا الشكل، دائرة نسوي هيك بهذا الشكل، ونسوي هيك ونقطتين فوقه، وبوسط الكلمة نسحب هيك بهذا الشكل، بآخر الكلمة مرات يجي مرتبط بهذا الشكل، ومرات يجي منفصل بهذا الشكل. حرف القاف. بالحركات، بالفتحة قا، القاف بالضمة قو كأنه مضيف إلى أو، والقاف بالكسرة قي، قا قو قي، قا قو قي. إذا ما شفنا الحركات نقول قا بالبداية قا وبالنهاية أق. مثلا بالبداية نأخذ كلمة قمر، قا هذه ما وهذه أر، هسه بدون حركات أو بالحركات نقول قا بالبداية قا ما أر قمر، قا ما أر قمر. زين، إذا بالوسط نقول مثلا كلمة مقر، ما وهاي قا وهاي أر، ما قا أر، ما قا أر مقر، هنا قا وهنا قا، قا ما أر بالأولية هذه، بالوسطية القاف ما قا أر، ما قلت قاف، قلت قا قا، بالأخير أقول أق أق. مثلا شون؟ مثلا عندنا كلمة طرق، ط وأر طر، وهذا الأق أق، قا أق، ما قلت قاف، أق ط أر طر أق طرق، أو أقول ط ر أق طرق طرق، بهذا الشكل نلفظ حرف القاف. هسه نأخذ حرف السين. هذا حرف السين، هذا شكل حرف السين، شكل الأساسي، واسمه سين، بس اللفظ مالته حسب الحركات. مثلا بأول، هو هذا شكله بأول كلمة، ذين ثلاث حركات نسوي،
هذا شكله بأول كلمة ونسحب هيك. هذا شكله بأول كلمة بالبداية، مثلا بالفتحة س، بالضمة سو، بالكسرة سي، س سي سو، س سو سي، س سو سي، سي سو س. هذا الشكل، هاي بالحركات مو تضحكون. س شلون، ليش قلت س؟ لأن هاي فتحة أ كأنها مضايفة إلى أ. س هنا السين بالضمة أو كأنها مضايفة إلى أو. سو سو بالكسرة كأنها مضايفة إلى إي. سي سي بهذا الشكل. بأول كلمة ناخذ كلمات، ناخذ كلمات على حرف السين بأول كلمة. بأول كلمة نقول بهذا الشكل س، وهنا ما، وهذه أر، صارت س ما أر. س قلت س بالحركات بدون حركات في البداية لفظة س، لأن ما شفت حركة أقول س ما أر. مثلا سحر س، هذه ح أر، سحر س ح أر. بالوسط مثلا ناخذ كلمة بستان، ب وهذا الاس وهذا الات وهذا الا وهذا الان، بستان ب واس بستان، بستان بالوسط. مثلا ناخذ كلمة بنهاية الكلمة، مثلا ناخذ لنا كلمة فرس بنهاية الكلمة حرف السين، هنا ف وهذا الار وهذا يا حرف السين، بس نقول اس بالبداية س بالأخير اس، فرس فرس. مثلا كلمة جرس، جرى وهذا الاس جرس، اس س اس. بهذا الشكل اللفظة. وتابعوا الفيديوهات البقية إن شاء الله، راح أكمل بقية الحروف وأشرح كلمات، وراح نشرح طرق التهجي البسيطة إن شاء الله للمبتدئين. لا تنسون شاركون الفيديو، ضغط على لايك، خلي يوصل عدد أكثر، وإن شاء الله الناس تستفيد من عنده. وشجعونا وادعونا بالخير والتوفيق للجميع إن شاء الله. مرحبا أصدقائي وأخواني الأعزاء، اليوم راح نقرأ دروس من الأول ابتدائي، من قراءة الأول ابتدائي، توضيح للمبتدئين الأطفال الناس الأميين. وهذه الكلمات بسيطة إن شاء الله راح نتهجاها ونقرأها وناخذ كم درس. تابعوا الفيديو للنهاية ولا تنسون اللايك حتى يوصل أكثر عدد للناس والكل تستفيد إن شاء الله. إذا عدنا مثلا هذه الدروس أو هذه الكلمات، شلون راح نقرأ أو نتهجى هذه الكلمات؟ إذا عدنا هذه الكلمة، نبدأ بهذه الكلمة. هذه الكلمة تتكون من كم حرف؟ هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة. هذه الكلمة تتكون من أربع حروف، شلون راح نتهجاها؟ بالحركات أو بدون حركات؟ إذا بالحركات، هذه الحركة، هذا الشخط الصغير، هذا الخط، هذه الكسرة، وهذه التنوين اللي شلون الواو فوق هذه الحركة، التنوين يسمونها. إذا نقرأ الكلمة هسه، حرف الباء بالكسرة بي، بي هذه حركة الكسرة تحت الحرف الصغير هيك بهذا الشكل. هسه حرف الباء بالكسرة بي، هذه شنو الأحمر اللي مشينا عليها بالأحمر؟ هذا الألف اللام، وهذا الألف، هذا اللام اللي هو مثل هذا، يعني حرف الال أو اللام، وهذا الألف الا اللي مثل هذا بس بدون همزة. شلون نتهجاها؟ اللام بالوسط لا، والألف آ صارت لا، يعني هذه حركة لا، هذه اللام بهذا الشكل، وهذه الألف صاير عليها قلم ما يكتب والقراءة مشققة ما أدري من جايبينها. المهم لا صير لا، يعني هذا اللام حرف اللام وهذا الألف يخلونه فوقه بهذا الشكل صارت لا، ومرات أصلا تجي بهذا الشكل، بهذا الشكل هم صير لا لا. هسه ايش قلنا احنا؟ هذا حرف الباء، الباء بي، وهذا لا نقراها نسوى مقطع واحد يصير اللام والالف بي لا بي لا، وهذه اللام يصير ال بنهايه الكلمه نقراها ال، صارت الكلمه بلال. هاي التنوين يصير ان، يعني بلال لن لن لن. اذا بدون حركات بلال 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 بلال. زين، هذا حرف الواو واحدة ذا لقيناه بين الكلمات نقول و، و هذه حركة الفتحة فوقه، فتحة بدون فتحة نقول و و. هذه شنو؟ هم نقراها بشكل بسيط، ط هذه الفتحة ط، وهذا شقلنا احنا ذن الحرفين لا مباشرة نقول لا، بس نشوف نقول لا ط لا، وهذا اللام طلا، واللام يصير ال طلا ال طلال طلال.
إذا بالفتحة هذه الطاء طيلا، وهذه النون تنوين لن طيلا لن، يعني فوق اللام، اللام يصير لن لن طيلا لن، أو بدون ذن الحركات طيلا، وهذه ال طيلال طيلال، هذه و و د، هذه الو وحدها، وهذه هسه كلمة وحدها، هذه د، هذا لا، يعني اللام والالف قلنا شو نقول نقراهن لا مقطع واحد د، وهذا لا اذا شفنا بهذا الشكل لا، او اذا شفناها بهذا الشكل نقول لا، ذني حرفين د لا، وهذا ال دلال، اذا بالتنوين او بالضمه دلالو، هاي الفتحه د لا لو، او دلال بدون حركات دلال دلال، كافي شلبت بدلال. المهم نكمل بقية الكلمات، مثلا ناخذ بعد هذه الكلمة، هذا 1 2 3 4 5 6، هذه الكلمة تكون من 6 حروف، هذه هذا الألف أ، وهذا الأو أو، وهذه اللا، إيش قلنا إحنا أ والأو إيش يصير أو أو، وهذه اللا أو لا، وهذا الد والإي دي دي أو لا دي أو لا دي أو لا دي، بهذا الشكل نقراها. هنا مثلا هذه الكلمة كم حرف فيها؟ 1 2 3 4 5، هذا الألف بالبداية عليه همزة نقول آ، وهذا أق أق آ، وهذا الأق أق، هذا اللام والألف إيش قلنا شو نقولهن المقطع واحد لا، إذا اللام قبل الألف بهذا الشكل أو بهذا الشكل نقول لا أق، وهذه لا أقلا، وهذا الميم أم أقلام، هسا أنا جاي الفضاء بدون حركات، هذه تنوين أن أقلام من، مو قلنا أقلام ونضيف لها أن أقلام من، بس بدون حركات أشوفها أسهل لكم للمبتدئين والأطفال، أقلام من زين. بعد شنو مثلا هسه هذه هم بيها لا، هذا الالف واللام والباء واللام والالف والدال، شو يصير الالف واللام بالبدايه اذا شفناها بدايه الكلمه او الاسم نقول ال اي، والال صير ال، وهذا الب وهذا اللا بلا ال بلا ال بلا اد البلاد زين. لا نقرا درس ثاني حتى الوقت يسعفنا زين. هنا مثلا هسه هذه الكلمات خلينا نشوف هذه الكلمة نقراها شلون نتهجها، كم حرف هذه الكلمة؟ 1 2 3 4 5، 5 حروف. هسه هذا مو ياهن، هذا هذا الواو واحدة، هذا واحدة يعني و اللفظ، هذه شنو نقول هذا الكلمة ها او الاسم، هذا حرف الميم والياء والسين والواو والنون، الميم والياء يصير ما، وهذا اي مي مي، والسا والاو سو، هذا س وهذا الأو سو مقطع، هذا الإي حرف مد والواو حرف مد، شنو يعني معناتها؟ معناتها إذا أجا قبل إذا أجا بعد الحرف يندمج هو والقبله، هذا الحرف وهذا يندمجن سوا، يعني الميم والياء يصير ما وهذا إي مي، الس والواو يصير سو، أو السين والواو سو، س أو سو، هذا مي وهذا سو، شو يصير مي سو، وهذا الإن ميسون زين. إذا عدنا هذه الكلمة شلون نتهجها؟ هذا الياء والراء والسين والميم، الياء بالفتحة ياء ياء، وهذا أر ير ير، هذا س والأم سم سم ير سم، يعني صر سوينا المقطع حتى تصير سهل الكلمة، ياء أر ير ير سم يرسم، يعني هذه فراس يرسم زين. خلينا نشوف لنا درس ثاني، خلينا نشوف درس ثاني، مثلا هذه الكلمة هسه أو هذا الاسم 1 2 3 4، هذه 4 حروف هذا الاسم، حرف السين والألف اللام والميم، الألف ممدود هذا حرف مد يعني يمد الحرف اللي قبله، هذا حرف السين والألف السا والآ سا، شلون حرف الماء الماء والآ ما، هذه هم نفس الشيء سا والآ سا، وهذا ال والام سا ل ام سالم،
لم، هذا اللي والام لم، هذا سا والاسا، هذا لم سا لم. اذا سويناها على شكل مقطع راح تصير سهله. مثلا هنا هذه الكلمه حرف الياء والقاف والواو واللام، شلون نلفظهن؟ الياء ي والقاف والواو واللام، ي والقاف والواو، اذا يصير المقطع لان وراها حرف الواو، فالقاف لازم اللفظه ويا الواو مقطع واحد يصير. هذا الياء بالفتحه ي ونسكت، بعدين نقول قا والاو قو، او القاف والاو قو، يلفظ القاف قا وهذا او قو. عندنا شنو هنا بالبدايه؟ ي وهذه قو يقو، وهذه ال يقول. بهذا الشكل نتهجأ الكلمة بشكل صحيح. زين، بعد نشوف لنا كلمة هنا. هسه مثلا هذه الكلمة بين هذه علم حرف العين واللام والميم، شو يصير؟ ع، وهذا لا، وهذا الام، الع بالفتحة ع، وهذا اللام شو نقول؟ لا، ع لا ام، علم. بهذا الشكل. زين، اذا عدنا حرف ال، خلينا نشوف لنا كلمة مثلا حرف الفاء. اريدكم تكتبوا لي اياها بالتعليقات، تدمجوا لي اياها حرف الفاء واللام والفاء واللام. هاي الكلمه او هذه الحروف دمجوهن بالتعليقات، كتبوهن وتهجوها الكلمه. مرحبا اصدقائي واخواني الاعزاء، راح اليوم اعلمكم حروف اللغه العربيه، وراح ناخذ ثلاث حروف: حرف الحاء وحرف الجيم وحرف الخاء. هذه الحروف اللي تشابهت ثلاثتهم اللي يشابهون بالشكل تقريبا، هذه الحروف العربية اللي ثلاثة. راح ناخذ هذه الحروف وراح نشرحها ان شاء الله بشيء مبسط، وندمج الحروف مع كلمات ونقراها بشكل بسيط ان شاء الله. توعي الطريقة للنهاية حتى تستفادون، واتمنى اللي يريد يتعلم يخلي يمه دفتر وقلم وينقل الحروف مع الكلمات اللي راح اكتبها، ويحاول يطبق وياي مثل ما راح اشرح بطريقة بسيطة ان شاء الله وسلسه وكلش بسيطه ان شاء الله راح اشرحها. للمبتدئين، الاطفال، الناس اللي مبطلين من المدرسه، اللي الاميين مثلا، الكبار بالعمر، الشباب، استفادوا من هذه الحروف. لو تتعلم حرف حرف كل يوم حرف، او كل ثلاثة ايام حرف، كل يومين حرف، هم مع مرور الايام راح تتعلمون كل الحروف وتستفادون ان شاء الله وتوصلوا لمرحله بالقراءه والكتابه. فتابعوا الطريقه للنهايه ان شاء الله. اول شيء راح نبدا بحرف الحاء. هذا حرف الحاء، هذا شكل حرف الحاء الأساسي، هذا شكله. أعيد كتابته، شكل حرف الحاء بهذا الشكل. إذا ما نعرف نكتب هاي الطريقة باي هذا الشكل، نسوي هيك وبعدين نسوي هيك، هاي نفرها. هذا صار شكل حرف الحاء. زين، إذا أريد نكتبه بداية الكلمة وشلون نتهجى، شلون نقرأ، وبسط الكلمة شلون نقرأ وشلون نتهجى، تمام. إحنا كل حرف إلى اسم وإلى شكل وإلى صوت أو لفظ، إلى ثلاث أشياء الحرف، كل حرف إلى ثلاث شغلات. مثلا شلون أنا اسمي حيدر وشكلي يختلف عن اسمي، وصوتي اللي تسمعونه يختلف عن شكلي واسمي. فكل شيء إلى، أو كل حرف إلى ثلاث أشياء أو ثلاث صفات أو ثلاث أشكال، مثل ما تريد تفهمونه فهموها. فحرف الحاء اسمه حاء، إحنا ما نحتاج اسمه بالكتابة ولا نحتاج اسمه بالقراءة، مجرد هذا نعرفه. مثلا أنا شفت فلان اليوم، هذا اسمه فلان، بس انا احتاج صوته واحتاج شكله، اكون اعرف شكله، اعرف شلون اكتب شكله واعرف شلون الفظه بالكلمه. زين، اذا عندنا حرف الحاء مع كلمه، مع حروف معينه، مثلا راح نخلي حرف الحاء زائد حرف السين زائد حرف النون، هذا حرف النون وهذا السين وهذا الحاء، هذه الثلاث حروف. تمام تمام. هسه احنا موضوعنا حرف الحاء، هذه الحروف انا شارح قسم عدها وراح اشرح قسم ان شاء الله اذا تابعت الفيديوهات. خليكم متابعين الفيديوهات ومتابعين القناة، وان شاء الله يوصلكم كل شيء جديد انشره. طبعا لا تنسون اللايك والاشتراك حتى تطلع لكم كل الفيديوهات اللي انشرها وتستفادون من عدها، وضغطوا على الجرس حتى تطلع لكم اي فيديو انشره يطلع لكم مباشرة بالاشعارات شريط الشاشة. هذه الحروف الثلاثة ومن ضمنها الحرف الحاء بداية الكلمة، شلون نتهجى هاي الكلمة او شلون ندمجهن بالكتابة وشلون نتهجى هالكلمة. تمام، حرف الحاء بدايه الكلمه، مثلا انا اريد اكتب كلمه، اريد اكتب كلمه حسن او اسم حسن. زين، شلون اكتبها؟ ح، من الفظ حرف الحاء بالبدايه ح، هذا كتبه بهذا الشكل حرف الحاء، اكتب بهذا الشكل واسوي هيك بهذا الشكل واسحبه، هذا حرف الحاء باول كلمه. تمام، حرف السين بوسط الكلمه، بس هذه ثلاث حركات، واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثه، واسوي هيك، هذا حرف السين.
حرف النون شكله نفسيته بس ندمجه بهذا الشكل مع الحروف ذن البقية ونخلي هذه النقطة. هذه صارت كلمة. طبعا أنا أكتب بهذا الخط حتى توضح الفكرة. تمام؟ فهذا حرف الحاء وهذا السين وهذا النون. زين. أكو حركات في اللغة العربية ضمة الفتحة والكسرة. زين. هذه الحركات تغير شوية من لفظ الحرف. مثلا حرف الحاء إذا بالضمة يصير حو. حرف الحاء إذا بالكسرة اللي يصير جو الحرف يصير حي. حرف الحاء إذا بالفتحة يصير حاء. زين. هسه أنا ما راح أشرح الحروف وأدوخكم وصعبها بدون حروف. ما أشرح الحركات بدون حركات اللي هي هذه الضمة والفتحة والكسرة. هذه يسمونها حركات. أنا ما راح أشرحها هسه. نحاول نلفظ الكلمة بدون حركات. مثلا إحنا شفنا هذه الكلمة. شفنا هذه الكلمة ما بيها حركات. شو راح نلفظها؟ فراح ألفظها لكم بطريقة بسيطة إن شاء الله. إذا شفنا الحرف بالبداية نقول حاء. حرف الحاء إذا نشوفه بالبداية دائما نقول حاء. حاء. السين نقول سا. سا. هذه حاء. وهذا السين نقول سا. وهذا النون نقول إن. صارت الكلمة حاء سا. هذا قلنا إن. 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 حاء سا. إن. صار لفظها حسا حرف الحاء بالبداية اللفظة حاء. 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 وهذا سا. وهذا النون إن. حاء سا. إن. أنا تلقائيا حتى لو ما دمجت الحروف بس أقول حاء سا. إن. عرفت الكلمة معناها حسن. تمام. خلنا نستعجل بالشرح حتى نلحق على بقية الحروف. زين. هذا بأول كلمة. إذا شفنا الحرف ببسط الكلمة تقريبا مشابه لهذا اللفظ. مثلا عندنا حرف الصاد والحاء والنون. هذه الحروف الثلاثة. شلون هسه راح ندمجهن؟ الصاد بأول كلمة بهذا الشكل نكتبه. هذا حرف. هذا صاء بهذا الشكل. الحاء بهذا الشكل. يشبه حرف يشبهها بالبداية. هو يشبه حرف الحاء بالبداية. الحاء نسيته. بهذا الشكل. هذا حرف الحاء. وهذا النون بهذا الشكل. نزلناه نسيته. ما يتغير شكله. الصاد نقول ص. دائما اي حرف نشوفه بالبداية هيش اللفظة. هسه صاد ص. اسمه صاد بس لفظة بالبداية ص. الحاء هم نقول ح. وهذا النون ان. صارت ص ح ان. صحن. 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 بهذا الشكل اللفظة وبشكل بسيط ان شاء الله. تمام. راح ناخذه بنهاية الكلمة. شلون شوية راح يختلف شكله. مكان الحاء يصير اح. مثلا عندنا كلمة هذا حرف الفاء والحاء زائد الحاء وزائد العفو بنهاية الكلمة. عندنا حرف الفاء زائد الراء زائد الحاء بهذا الشكل. الفاء بأول كلمة بهذا الشكل دائرة نسويها ونسحب هيك. هذا صار حرف الفاء. الراء اللزقة بهذا الشكل ندمجه. هذا صار بهذا الشكل. إذا كتبنا حرف الراء حرف الراء دائما أقول لكم أني منفصل. يعني أي حرف يجي وراه نخلي فراغ إلا نكتب الحرف اللي وراه. ما اللزقة يعني بها هسه؟ الحاء ما يندمج بالراء. بس نكتب حرف الحاء مباشرة نخلي فراغ صغير ونكتب الحرف اللي وراه. هسه خلينا الراء والحاء بهذا الشكل. صارت هاي الكلمة. فا. حرف الفاء اللفظة فا. والراء را. فا را. والحاء إح. هسه صار الحاء إح. بالبداية ايش قلنا احنا بالبداية يصير حاء وبالوسط حاء. هاي بدون حركات. اذا بالنهاية يصير اح. حاء بالبداية وبالنهاية اح. صار كلمة هنا الفاء فاء الراء راء فاء راء وهذا اح. مو اه نضيف اه لا هو اح. اح. فرح. 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 أنا من أقول فرح عرفت الكلمة راح أصير فرح وبشكل بسيط وبدون حركات وبدون ما أصعبها على نفسي. هذه إذا شفنا كلمة بكتاب شفنا كلمة بشارع شفنا كلمة بمحل معين بقطعة معينة ما راح يكتبون حركات بها. أكو كلمات فنقرأ بهذا الشكل. إذا نأخذ هسه حرف حرف الجيم اللي شنو فرقه عن حرف الحاء. هسه راح أكتب لكم إياه. حرف الجيم عندنا وقت بعد. حرف الجي هذا حرف الحاء وهذا حرف الجيم. نفسيته بهذا الشكل نكتبه وجواه نقطة. هذا الحاء وهذا الجيم. زين. خلنا نكتب الجيم بالكلمات ونتهجها. هذا حرف الجيم. نسوي هيك ونسحب هيك ونخلي نقطة تحت. هذا حرف الجيم. بأول كلمة حرف الجيم شو يصير؟ حرف الجيم بأول الكلمة. مثلا عندنا حرف الجيم أو حرف الزاي زائد حرف الراء.
هذه الحروف الثلاثة شلون راح نسويهن كلمة ونتهجل كلمة، وخاصة حرف الجيم. الجيم مثل الحاء ينكتب بهذا الشكل، بهذا الشكل ونسحب هيك، هاي نقطة تحتها. الزاي اللزقة بهذا الشكل، الزاي مثل حرف الراء، إذا كتبنا حرف الزاي بنخلي فراغ ونكتب الحرف اللي يجي بعده ونخلي الراء بهذا الشكل. صارت الكلمة هسه شلون نتهجاهن؟ الجيم جا والزاي زا، الجيم جا والزاي زا، والراء ار، صارت جا زا ار، جزر جزر جزر. زين، اذا ناخذ حرف الجيم بالوسط، خلينا نقرا او ناخذ حرف الجيم بالوسط، حرف الجيم بوسط الكلمه عندنا حرف الراء والجيم وبعد شنو؟ اللام. يعني هذا واحد زاد ثاني، شلون نسويهن؟ الراء نكتبه بهذا الشكل، واتفقنا الراء اذا كتبنا ما نخلي الحرف يلزق بيه الورا اللي بعده، خلي فراغ. الراء الجيم بهذا الشكل نكتبه، واللام بهذا الشكل ندمجوا ياهن. صارت الكلمة راء راء راء، الجيم هم جاء اللفظة راء جاء، وهذا الرجل رجل. زين، إذا بنهاية الكلمة حرف الجيم، أريد الكل تكتب هذه الكلمات الجاية اكتبها أني حتى توضح الفكرة. مثلا عندنا حرف الدال أو حرف الباء زائد الراء زائد الجيم، صارت الكلمة الباء بأول كلمة هيك نكتبه بهذا الشكل، الراء نكتبه بهذا الشكل ندمجه، بس إذا كتبنا الراء الوراء الحرف الوراء ما يلزق به فيصير بهذا الشكل. يعني هذا الراء منفصل، شو وقت ما نكتبه الحرف اللي يجي بعده ما يلزق به. صارت الكلمة الباء باء، وهذا راء باء راء، وهذا اج، صارت برج برج. بهذا الشكل نقرأ الكلمة. زين، إذا نأخذ حرف الحاء، الحرف اللي بعده، حرف الحاء أو الخاء العفو، حرف الخاء، هذا حرف الخاء بهذا الشكل، يشبه حرف الجيم بس فوقه نقطة، تمام؟ هسه راح ناخذ حرف الخاء، الخاء بهذا الشكل نكتبه، وهذا العفو هذه نقطة فوق، هذا حرف الخاء، هذا حرف الخاء بهذا الشكل، وهذه نقطة فوق الحرف. مثلا بداية الكلمة عندنا حرف الخاء زائد حرف الباء زائد حرف الزاي، صارت الكلمة الخاء أول كلمة هيك نكتبه، والباء بوسط الكلمة بهذا الشكل نكتبه، والزاي بهذا الشكل نكتبه. صارت الكلمة الخاء خاء، وهذا باء، وهذا الزاي إز، الخاء خاء والباء باء خاء باء والزاي إز، صارت الكلمة خبز بهذا الشكل. زين، راح ناخذ حرف الخاء بوسط الكلمة، مثلا عندنا نخل، هسه ناخذ حرف النون والخاء هذا واللام. زين، حرف النون والخاء واللام، النون بأول كلمة بهذا الشكل نكتبه، النون بهذا الشكل، الخاء بوسط الكلمة بهذا الشكل نكتبه، واللام بهذا الشكل. صارت النون نا، الخاء خ، نا خ، اللام ال، نخل نا خ ال، نخل. بهذه نتهجان، هذا نون بس نقول نا، هذا خاء بس نقول خ، نا خ، هذا لام بس نقول ال، نا خ ال. زين، بنهاية الكلمة حرف الخاء شلون نتهجى؟ مثلا عندنا كلمة كوخ بهذا الشكل نكتبه، حرف الكاء والواو والخاء، الكاف بأول كلمة بهذا الشكل نكتبه، هذا حرف الكاف، الواو ندمجه بهذا الشكل، الواو مثل الراء ما يرتبط بأي حرف يجي بعده، إذا كتبنا الواو نخلي فراغ ونكتب الحرف اللي وراه، نكتب الأخ بهذا الشكل. صارت الكلمة الكاف اللفظة ك، والواو و أو أو، ك أو كو، وهذا أخ كوخ. بهذا الشكل خلصنا من حروف اللغة العربية اللي هو حرف الخاء والجيم والحاء، هذه الحروف الثلاثة التشابه. لا تنسون اللايك والإعجاب بالقناة أو الاشتراك بالقناة حتى يوصل العدد أكثر، والكل تستفيد إن شاء الله، وكل ما أنشر فيديو يطلع لكم إن شاء الله، تمام؟ ومع ألف سلامة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو ثاني. يا صباح السعادة، صباح الحب، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم حبايبي. بشكركم جدا جدا على دعمكم وعلى كلامكم الحلو، بجد يعني انتم نعمة كبيرة في حياتي. عايزة اقول كل اسامي الناس اللي دعيت لي وكلمتني وقالت لي يعني الخير ان شاء الله ربنا يكتبه لي، بس مش عايزة انسى حد، ربنا يديمكم في حياتي نعمة، يعني بحبكم جدا جدا بجد. يعني
نبدأ بقى التحدي بتاعنا، ويلا بقى ايه ندخل كده على يومنا هيكون ماشي ازاي. الناس اللي اول مرة تشوف القناة، انا منال بعمل معاكم يوم كامل من يومياتي ازاي بخسس وبفقد وزني وبكون عضل. طب النظام بتاعنا بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على شرب من 2 ل 3 لتر من المية على مدار اليوم. وكمان حلو جدا لو عملنا زي اللي انتوا شايفينه دوت، عبارة عن كوباية كبيرة او جار من المية، وبحط فيه شرايح خيار، شرايح ليمون، شرايح تفاح، اي حاجة عندك، ومعاها معلقة من بذور الشيا. ويفضل كمان يكون المية باردة كده لان الجو حار جدا، وببتدي اشرب طول ما انا واقفة كده من المية. نيجي بقى لوجبة الفطار. وجبة الفطار النهاردة هي وجبة سريعة جدا وحلوة ومشبعة. طبعا لازم في كل وجبة من وجباتنا ندخل ألياف وندخل خضار. هنا جبت خس كابوتشي وطماطمية قطعتها قطع صغيرة صغيرة، وابتديت أجيب جبنة ملح خفيف حوالي معلقة كبيرة أو قطعة كده قد الصباعين، وابتديت أقطعها مكعبات كده، وهضيف معاها بقى بردك لسه خيار ترانشات على قد ما تقدري. السلطة مفيدة جدا، الخضار مشبع ومليان ألياف بيخليكي فترة طويلة شبعانة. حطيت شوية من الزعتر، عايزة تضيفي سمسم، عايزة تضيفي حبة البركة، كل دي إضافات حلوة جدا. وده الدوست بقى اللي أنا عملته، عايزة أقول لكم بجد يعني حلو جدا يا جماعة، حاولوا تعملوه لأن التوست دلوقتي أسعاره بقت مبالغة فيها، فيعني حرام بجد. لا احنا نعملها وهتبقى موفرة وحلو، بتحتفظ بيه في الفريزر، بطلعه وبعمل منه، ولسه امبارح عامله لكم منه وصفه حلوه بجد كانت خطيره من التوست. اللي ما شافش الفيديو بتاع امبارح، هو يوم برضك من يومياتي وازاي بمشي نظامي، هحطه لكم في صندوق الوصف. وكمان لما حطيت الخيار، وحاولي كده يعني يعني شكلي طبقك، حبي طبقك زي ما بقول لكم، حبي نفسك وكلي كده وانشي مستمتع. ودي كانت وجبه فطار حلوه جدا. يعني الطبق زي ما انتم شايفين بحاول ان انا اخليه مليان عشان اشبع، وتكون عيني كمان مليان الطبق، فهاكل على مهلي. وهنا بقول لكم اللايك يا حلوين مهم جدا، ادعموني في اللايك عشان الفيديوهات تترفع، وانتم عارفين بقى الحكاية، مش هتكلم كتير في المشاهدات عشان الناس ما تزهقش مني، لكن انا بتكلم مع اخواتي، مع الناس اللي بتحبني، الناس بجد اللي بتدعي لي من قلبها. ويعني عايزة اقول لكم بجد انا بحبكم جدا، ربنا يخليكم لي. كلت بقى ولبست ونزلت على طول، كان عندي كده مشوار، وفي طريقي كده المشوار عايزة اقول لكم على تعليق جالي استفزني جدا. واحدة من حبايبي بتقول ان دايما بيتقال لها ازاي اتغير من الكلام السلبي، ازاي يعني دايما مثلا يتقال لها انت تخينة، انت فاشلة، انت عمرك ما هتخسي. الكلام ده يا جماعة دايما بيتحط في ذاكرتنا وبيبقى زي شريط كده سينما قدامك. لا، انت لازم تقولي لنفسك انا هقدر اتغير، انا مش ناقصني حاجة. اتغيري بخطوات بسيطة، بخطوات حطي اهداف صغيرة هتوصلي، وما تحطيش كلام اي حد في دماغك. امشي معانا على نظامنا، بناكل كل حاجة ومفيش حرمان. هنا بسلم عليكم بقول لكم بحبكم، بحبكم قد البحر وسمكاته. انا هنا في نادي المهندسين كنت بجدد الكارنيه بتاعي، انا بنوتي مهندسة، فكنت عايزة اجدد العضوية بتاعت الكارنيه، فروحنا كده وقعدنا، الجو كان مشمس وحلو جدا. بس عايزه اكمل معاكم، فما هتحطيش اي كلام سلبي في دماغك، بالعكس انت قادره انك تبقي احسن وبصحه جيده. حطي هدفك كله ان انت تبقي كويسه، وان ما يبقاش في حاجه تعيقك ان انت تخسي. لا، هنشرب ميه وهنلعب رياضه، مش قادره العب رياضه همشي، مش قادره وانا قاعده على الكنبه هعمل اي تمرينات، هشرب ميه، هنام كويس اقل حاجه من 6 ل 8 ساعات متواصله، هعمل صيام المتقطع زي ما احنا متعودين 14 ساعه، وهنعمل اي نشاط جوه البيت وهتخسي ان شاء الله. ما تزعليش نفسك ابدا ابدا، ما حدش يستاهل الزعل. وزي ما انتوا بتدوني الطاقه ايجابيه حلوه جدا، انا بحاول ان انا والله اديكم طاقه ايجابيه، ربنا يخليكم لي. يجي بقى لوجبة الغداء. بصوا بقى انا عملت ايه، عملت كشري، ده كشري اسكندراني اللي هو بالعدس الاصفر، بس انا بحط صراحة كمية العدس الاصفر كتير جدا، وبحمر كده البصلة بتشويحة صغيرة كده خالص
بمعلقة زيت للأسرة كلها، فبيطلع غامق شوية عشان انا بحمر البصل في الحلة، وبعدين بحط بقى عليها العدس والايه والرز، بس انا بعمل للعدس كمية كبيرة شوية. تمام. وحطيت معاه بقى بيضتين سلقتهم وكمان سلطة. طب يا منال انت النهارده البروتين بتاعك بيض؟ اه يا جماعه، ما احنا مش لازم كل يوم ناكل لحمه وكل يوم فراخ، والدنيا طبعا الاسعار غاليه ولازم نقتصد شويه على قد. انا عارفه البيض طبعا مش رخيص يعني، بس يعني ارحم كتير من اللحوم والاسماك والدواجن، مره كده ومره كده على قد ما نقدر، وربنا ايه يكرمنا ان شاء الله وييسر الاحوال لينا كلنا. دي كانت وجبة حلوة جدا، وحطيت كمان شوية سلطة، صلصة كمان وسلطة، وكنت عايزة اعملها اما بس ما طلعتش معايا. يلا مش مهم. نيجي بقى المشروب الخطير ده بقى. طبعا بما اننا طالعين من العيد، ناس كتيرة عندها وزن زاد. طيب يا جماعة ننزل الوزن ده، ده ما توزنوش دلوقتي، المفروض كنا خالص، لان الوزن الزايد ده وزن خداع او كذاب، يعني ده عبارة عن مية متخزنة في جسمنا بسبب ايه؟ بسبب النشويات والحاجات اللي اكلناها. فمشروب البقدونس حلو جدا، هيطرد كل المية اللي متخزنة في جسمك، وطبعا برضك كأنك بتشربي سوائل، مية حلو قوي قوي قوي. فهو عبارة عن ايه؟ عبارة عن بجيب حزمتين من البقدونس، بغسلهم كويس جدا وبحطهم في حلة، وبحط نصها مية وبسيبه يغلي كويس، وبعد كده بسيبه يبرد وبشرب منه على مدار اليوم 3 لـ4 كوبايات، ممكن تحطيه في التلاجة كمان وتشربي. عايزة اقول لكم خطير، هينزل الوزن الزايد اللي هو انتم يعني اتخدعتوا فيه في فترة العيد. يلا اعملوا المشروب ده واشربوه. نيجي بقى لفاكهة الصيف الخطيرة، وهي التين الشوكي. صراحة وانا جاية كده لقيت كام عربية على البحر كده بيبيعوا تين شوكي، فجبته بقى، لان التين الشوكي من الفاكهة اللي في الصيف الحلوة جدا. ناس كتير معتقدة ان هي بتتخن، لا، انتوا عارفين ان الواحدة فيها كام سعر؟ فيها تقريبا حوالي 42 سعر حراري. 42 سعر حراري، غير بقى ان هو مليان مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية، في دهون وفي الياف وكمان في فوائد كتيرة جدا، وبروتين وصوديوم وبوتاسيوم. فمهم جدا ان انت لو لقيتيه كده، وحديد وفيتامين ايه، لقيتيه قدامك هاتيه وكلي منه، مسموح معاكي تاكلي من 2 لـ3. حلو جدا جدا، وهيحسسك بالشبع والامتلاء لفترة طويلة. نيجي بقى لوجبة العشاء بتاعتنا، وهي هتكون عبارة عن زبادي او زبادي يوناني، وده زبادي يوناني اللي انا بعمله في البيت، حط لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. وكمان باخد حوالي 3 معالق، وخدت عليهم نص معلقة صغيرة من العسل، وقبضة من المكسرات، اي نوع مكسرات متوفر عندك دهون صحية، وبتكون الوجبة دي بروتين ودهون صحية مشبعة جدا. وهبدأ بعد كده في الصيام المتقطع بتاعي، نشرب مية سوائل بدون سكر ولا حليب. اتمنى اليوم النهاردة يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واشوفكم مع فيديو جديد.